طب احمد ابو علي يا عم المكوج بقالي في المهنه دي اكتر من 40-45 سنه ماشي، يعني عن الامر الكبير ابويا الاول وابويا كانوا هنا في المهنه دي، يعني احنا واخدنا ايه وراثه مش متعلمين عند حد، لان ابويا جه اصلا من الصعيد لحد هنا سنه 1910 1910 لحد وقتنا هذا احنا هنا في المحل ده كده، احنا بتوع البلدي بس العب وجلاليب الفلاح شهرنا بالحكايه دي عشان احنا بندق القطن والشرير والحاجات دي كلها، يعني جلابيه بتقطع بتاعت ايدينا جديده ولا قديمه بنخليها نوفي ده من الخياط، هو ده راجل خياط قاعد معانا هو ميت سهيل، يعني راجل محترم برضه واسطى. اتعلمتها ما هو اللي معلمهاني ازاي اعرف حراره المكو دي الحراره تنفع لايه، والقماش ده غير ده الاول بقى القماش اللي كان صوف وحاجه حلوه جدا، يعني دلوقتي القماش كله داخله بلاستيك عايز نار هاديه ونار بتبقى يعني ايه تخلي اللي ما يعرفش كده ممكن ياكل الجلابيه، اه يعني اللي ما يعرفش المهنه قوي قوي زي مثلا كده او زي اخويا دول بس كده بس تتاكد منه المكو بلاها حضاره معينه بحيث ان هي يعني ايه تشتغل في مجال التدوير التمرين، يعني مثلا احمد بيدق عبايه اهو واخد بالك لازم تكون حره عارف انه هيعمل ايه، ودي انا اخدنا من ابويا واللي جابه ابويا كمان، يعني عشان مش قعدنا نقول بقى اللي جاب ابويا ماشي ماشي ماشي. اه بتشوفهم ازاي؟ كنت ايه؟ بتشوفهم ازاي وهم شغالين؟ بشوف انا جاي هنا انا خلصت المدرسه وجيت قعدت هنا معاه مع ابويا بقى، لكن ابو ابويا ما شفتهوش، انا عشرت ابويا كتير قوي، انا عشرت ابويا وبقى طبعا طبعا عارف ابويا متعلم من ابوه معلمه فبيعلم ابنه بقى ازاي تعمل الحكايه دي كده وازاي تعمل الجلابيه زي دي كده مش عامله زي، شوف بص عايز تبدا موت يعني، شوف بص الخياط يعني ايه الخياط ده اهو، لو خد ده للزبون بتاعه مش هيقدر ياخدها منه، لازم تتكوي مكوى دبل يعني مكوى دبل. دي بقى الحته الجديده انا لسه يعني الحته دي اه ماشي اه شايفك كنت بتفك الشريط اه عشان اطريه، لان الشريط بيبقى ناشف بص كده اه شوف عامل ازاي بص دهب اهو، الحته ما اتدقتش بقى يا عم احمد اهي، شوف بقى دي من غير دقه بقى من غير مكوى، شوف دي من دي عامله ازاي اهي، دي عامله ازاي وده عامله ازاي، دي بقى ما اتكوتش كده اهي، دي لسه ما اتكوتش اه دي ما اتدقتش ايوه ما اتدقتش من نفس الجلاليب برضه كذلك برضه كده من الجلاليب من دول اه، خش يا عم احمد خش على الجلاليب يلا ماشي يا حاج. شفتك بتفك الخيط، لا يعني قبل ما تحطها على المكوى انا كنت شايفك كنت بتفك الخيط هو زي مثبتها بس ايوه بثبت القطان دي علشان يعني لما تيجي تدق عليها كده مثلا القطان اهو الخيط اهو شايف الخيط عامل ازاي؟ اللي جوه ده. بص بقى لما يجي الزبون بقى يسلمها له يقعد بقى يفك الخيط كده وبتاع لما تطلع المصاري الفلوس يعني. فلما يدقها كده وهي بتاع الحاجه دي فيها كده بتثبت الحاجه دي بتثبتها. ده بيتثبت كده على كده وبيشتغل فيها على طول بقى. اه. لنا ايه الفرق ما بين المكوى بتاعت الجلابيه البلدي والعبايه والقميص والبنطلون؟ ده في فرق كبير. فرق كبير قوي يعني الفرق الكبير ان هنا ايه دي حاجات بتاع ما احنا بنعملش بنعملهم ولا بنظروفها يعني ما بنعملش الحاجات دي خالص يعني الجليب البلدي والعبي اه والقباطين والحاجات دي كده بتاع زمان وشان الصوف شال الصوف ده كمان وكل الحاجات دي كلها اه. قول لي يا عم لا اله الا الله اتفضل يا حبيبي اتفضل اتفضل تحضر الشغل ازاي او الخطوات اللي انت بتبدا تشتغل اول ما اجي اشتغل طبعا اولع البابور ده على طول طبعا بسخن المكوى عشان المكوى دي بتاخد وقت على ما تسخن بتاخد وقت على ما ايه ما تسخن وطبعا انا بيبقى الغاز رايح ابص الغاز رايح فين يعني زي ما قلت لك الدور اللي فات برضه شايف البواسير ايوه فلما تسخن بابور جوه كده طبعا انا عارف حراره المكوى ايه نوعها خد بالك تعرف حراره المكوى والمكوى بقت عاليه ولا ما بقول لك خبره يا استاذنا بقى عمر كبير عمر انا هنا انا عمر جامد قوي أكتر من 40 سنة زي ما قلت لك أو 45 سنة. المكوى عبارة عن إيه؟ عبارة عن المكوى دي عبارة عن ظهر. ظهر. وظهر نظيف للمكوى تشتغل في أي حاجة وأنت كده مبسوط مرتاح. لأن بيساعدك ها؟ مش حديد لا، حديد إيه بقى؟ بقول الظهر بتاعها ظهر نظيف
وبعدين ظهر بتاعها نظيف ما تعملش حاجه ما تعورش حاجه ما تحرقش حاجه. اه مش كله يعني في مكان مثلا تخش لها بكام كده يا عم احمد 40 دقيقه كده اكتر من 40 اه اكتر من 40 40 كيلو 40 كيلو اه هل كل حته ليها مكوى معين صح 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 ده معين لا مش صغير ما كله هيبي وجليد بارزه بقول لك يعني ما بيعملش حاجات بناطيل ولا قمصان ولا الكلام ده ولا بلاطي ولا اجاكيت ولا اي حاجه الجلبيه والعبايه اللي احنا اتشهرنا بيهم من زمان يعني ايام ابويا كمان يعني نعمل جلابيه بلدي ونعمل قبطان او عبايه ده عمر كبير قوي والمكوى بقى مش كل مكوى ان احنا ايه يعني قميص لا وبنطلون لا جلابيه فرنج دي بظروفها خالص يعني عم نعمل اه تحلى يا عم عشان تمشي قبل ما تصور شفتك بتقول لي انا مش عايز ادوس عليها برجلي عشان خاطر الحته القماش اه عشان القماش نفسه ما هو اللي بيفرق ان انا احط رجلي وجسمي وكل ما النقط قلت لك كبيره وعاليه يعني دي مش صغيره وزن تقيل اه ما يكون وزن تقيل بقى عليها طبعا انا والمكوى وكله ما ينفع مش هينفع اه بتبقى تقيل عليها الحاجه الوزن بيفرق على حته طبعا طبعا خبره بقى ان انا بقى يعني هنا قديم هنا عارف كل حاجه اه لما اعرف يبقى هنا عارف كل حاجه بقى لازم نعرف كل حاجه هنا اه دي حرارتها ايه ودي حرارتها ايه لازم تكون لها حراره معينه ما مش اي حاجه اخش عليها ما ينفعش اه وروح اقفل عليها بقى يعني اقفل عليها مع او مغطيه او طفيه اي حاجه يعني انا بشوف الحاجه قدامي تستحمل المكوه دي ولا ما تستحملهاش لو تستحمل اجيبها على طول انزلها اعمل عليها على طول ما تستحملهاش اخليها شغاله لما تهدى فوق ايوه على ما تهدى شويه هي كمان فوق اه بتاخد شويه كده يعني بتاع لو حبيت انا مثلا اعمل جلابيه زي الناس بتاخد بتاع معايا مع الشغل وكل حاجه يعني انا اعرف تمام اسويها زي الناس الجلابيه تسوى بقى بلغتك انت بلغه ثانيه اه صح كلام انا على ما اتعلمت وعرفت كل حاجه اه ده الاخر ده مش انت مش انت ده في راجل هنا حبيبي هنا بيلغيني يعني ماشي اه عم احمد نعم زمان من يوم شغل كان جميل جدا وكانت ناس بتفهم لبيسه بالمعنى الاصح عمد وناس تقيله كانت بتلبس جريب البلد دي والافاطير والحاجات دي والعلب دي الناس دي يعني خلاص مشيت ما عادش من الناس دي ان الناس دي كانت بتفهم في المكوى يجي لابويا هنا الله يرحمه يعني يقلع قفطان وجلابيه بلدي عبايه بتاع وكان ده الوقت ده كان وقت جميل جدا وقت حلو قوي جه الوقت كده انا كده مخلصين اهو قاعدين اهو الساعه 4 احنا قاعدين مثلا يعني ما عادش حركه زي الاول لو كنا ما كانش مهدي من ابن ولا جمعه ولا سبت ولا حد لان المكوى البخار والحاجات دي كلها لفت مصر كلها اي واحد عايز يعمل حاجه بالبخار يمشي على طول اه انما البلدي بقى على راي المثل بيقول البلدي يوكل البلدي يوكل مع تطور التكنولوجيا اللي احنا بقينا فيها ديا اه كل حاجه بقى مش اه ما بتعملش حاجه ما اثرت عليها هم شايف اهو يعني واحد ده مثلا خياط جاب هدومه اهو لسه جاي اهو مثلا ومش من هنا من بيت سهيل زي ما احنا قلنا مره تمام اه الناس اللي عارفه ان احنا بنعمل بلدي بيقول ما عارفين بعد خلاص شايفك عامل لنفسك رشاشة ميه. اما انا اسمي ميه على الشريط زي ما انا قلت لك اه. الشريط ده لسه اهو متركب. وبخب البق اه ما عادش الكلام ده. بالنسبه لاخويا وابويا الله يرحمهم هو اللي اختار الشاف بتاع ايوه شاف الحاجه دي في الفرن بقى راح جايبها. فرق كبير قوي ما دي من دي يعني فرق كبير اه ما دي ما تنفعش تكيد انت دقتها دقتها وكويتها كمان اه دق ومكوى اه يعني دق ومكوى كده احمد ناس كتير بتقول ان مهنه المكوى دي اه في مكوى في كل بيت صح صح ما انا بقول لك قمصان بناطيل اه ماشي في البيت انما عشان خاطر يجي له جنب يعملها
منها ازاي ما اعملها ما اعرفش يعني جلبيه مثلا بقعد فيها في البيت او بخرج بيها مش قميص بتاعها بخرج في الشارع فالحاجات دي كلها ما الله يرحم زمان بقى انا مش هجمع قوي لكن ما عادتش غصب عني يعني لان عندي يعني بالنسبه للقبر يعني ربنا يديك الصحه ويخليك يا باشا زمان كانت الناس كده يعني في حب كده حب بقى حب يعني حب صحيح ناس تحب بعض قوي يعني ابويا كان عامل زي الناس يعني ايه ابويا بيحب ناس طيبين يعني بالمعنى يعني كانت ناس طيبين تيجي تقعد معاه هنا وبتاع ولما كده جميله حلوه دلوقتي ما زي ما انت شايف كده ايوه يا زي ما انت قلت مثلا البقول البخار دي في كل بيت وكل شارع بس ما تعملش حاجه زي كده ما تاثرش على حاجه مش ممكن ما اعرفش خالص ما تديش حاجه زي كده لا ما ينفعش السمون دي انت عارف هو عملنا لنا كده جبنا لك وشنا انت كترزي بلد تمام ممكن تجيب ممكن ما برضه ما تاثرش بس زي كده يعني الحاجه دي كده لا زي دي كده على الجلابيه دي مثلا خفيفه فرد كده على طول مش على العمليه انما دي ما اعرفش اجيب حتى هو مين حتى ليها كسر كلها وعايز اطحن زي الناس والشريط يلمع وحاجه كده بقى جميله ليه برضه نقولها باللغه بتاعتنا بتدق لازم تدق قبل ما تروح مثلا للزبون طبعا ما هو نص الشغل هياخدها ازاي زي ما قلت له احنا بنقفل يعني ارمينيا بنكمل بعضنا يعني زي مثلا اللي بيبنوا الطوب ويجي المحاره بقى يمحر احنا بقى احنا بقى بنمحر ونضرب بويه وبنسلم الاوضه على الجاهز على طول على التشطيب متشطبه جاهزه يعني انا احسن يوم لما بصور معاك يا عم انا بحبك والله في الله وانا والله بحبك في الله والله وانت كمان يا رب تقول ايه للناس بقى بمناسبه السنه الجديده اولا يا عم كل عام وانت طيب والدنيا كلها طيبه بخير وربنا خلينا الريس يا رب وانت كمان يا رب والله نعم والله والله وربنا يرخي الحال وربنا يرخي عشان خاطر الناس تعيش تتمنى ايه في اللي جاي يعني بتمنى الدنيا كلها تبقى حلوه الناس كلها تبقى مبسوطه ومرتاحين وفرحانين حاجه الحب والاخلاص في حب بعضينا ما احنا الناس بنحب بعضينا دي كنز كبير قوي مش الاخ يضحك على اخوه اهم حاجه الحب والاخلاص نحب بعضنا ما خلاص ده كنز الاخلاص ده